تاريخ، تاريخ. ده أهلك إنك تدخلي مهرجان القاهرة؟ لا انا عشان عندي لغات اه دخلتي مهرجان القاهرة علشان. دخلت. لا انا دخلت ازاي؟ أيوه بتنكشيني هايل على فكرة، أنا عايزة التفاصيل بتنكشيني بين هايل. السطور كده. انا قدمت ان بعد ما اتخرجت زي ما الناس بتقدم، اللي هي دي القوى العاملة والكلام ده كله، جات لي وزارة الثقافة. ايوه فكان اياميها استاذ سعد الدين وهبي اه الله يرحمه، الله يرحمه. وانا مصر الجديدة، ما انا متجوزة بقى ايوه مصر الجديدة وورايا القصر الثقافة. اه فبقيت هتجنن بقى ان انا اروح قصر الثقافة، انا عايزة حاجة جنبي كده. ايوه فما رحت اعمل انترفيو كده، ما خلوني هناك، فقال لي وعايز تروحي فين بقى؟ قلت له قصر الثقافة قصر ورايا، اه فهمشي كده. بس كان عينك على قصر الثقافة ليه؟ ما كانش عيني على قصر الثقافة، انا كنت ساعتها بفكر ان حاجة قريبة جنب البيت. وانا لسه عندي بيبي صغير. ايوه عندي بيبي صغيرة. ايوه فقال لي انت شخصيتك ما تنفعش كده، ايوه شخصيتك ما تنفعش تبقي في قصر الثقافه، عايزه تروحي ايه يعني، تقعدي كده مع الصحاب وتجيبوا خضار وتجيبوا، يعني قالها لي بطريقه غريبه جدا. قلت له حضرتك ده قصر ثقافه، قال لي لا انت لازم تروحي في حاجه فيها نشاط اكتر. ايوه كان ساعتها بيعملوا دروس، يعني يعني بياخدونا 6 شهور يعلمونا هنعمل ايه في الثقافة، تدريب للحياة العملية. حاجة رائعة. اه شوفي بقى انتي رحت، ده بيحصل لغاية دلوقتي؟ معرفش اه الحقيقة مش ايوه عارف، يا ريت اصله يكون شيء بيحصل. مهم جدا جدا التطبيق العملي، كانوا ده شيء بيجيبوا لنا مهم احسن جدا. الاساتذة، ايوه احسن الاساتذة بصراحة يعني، ايوه وكل ده قاعدين بندرس وندرس ونمتحن وناخد شهادات وطططط. بس كان حلاوته بقى ان ايه، كان ورايا في القصر ايوه جنب الثقافي البيت جنب خطوتين. دفع يعني. ايوه ها دي كانت حاجه جميله. بعديها بقى كانوا بس ما بيودونا، رحتيش بقى وقتها قصر لا الثقافه؟ ما رحتيش؟ درست بقى ورحت علاقات عامه في الثقافه الجماهيريه نفسها بقى، ايوه وبس رحت ادرس بقى ال6 شهور دول، ايوه حاجه جميله مين حاجه كان بيدرس جميله. لك؟ طبعا مش قادره دلوقتي افتكر لك ايه، بس كانت اجمل ناس واقيم ناس كانت هي هي اللي ميزة بتدرس، ومن هذه. ضمنهم استاذ سعد الدين وهبي، اه من ضمنهم ايوه استاذ سعد الدين وهبي، يوم في ايوه الاسبوع يدينا ايه وبعدين كل حاجه بتتعلميها. اه عشان كده ما كناش بقى استاذ سعد، يعني مثلا هقول لك حاجه منه، حاجات جميله منه، يعني احنا موظفين وقاعدين ايوه وبعدين في جوابات لازم تروح، مثلا الجيش ايوه يقول لك مش هتروح مع الساعي، اه هتاخديها وتروحي المكان وتروحي وتتعرفي على الناس، ايوه عشان لما انت تروحي تقدمي الطلب اللي مطلوب هيبقى موضوع هتبقى مختلف. موضوع مختلف، طبعا لانك اولا هتفهميه واولا هتفهمي اللي قدامك. طبعا ها طبعا فهو علمنا ان احنا الحياه بتاعتنا احنا كنا على طول في قصور الثقافه اللي في النجوع وفي كل في حته، كل مكان. في كل حته طيب كنا علاقتك سعداء قوي. بسعد الدين وهبة، لا هذا دي الرجل علاقه العظيم اب، ده المختلف، حاجه مش طبيعيه ده. اه لا ده عايزة ابويا. أعرف أهم سمات هذا الرجل. بصي الراجل ده هقول لك ايه عليه، هقول لك ان هو ما كانش بيشوف غير الغلط. اه عينه ما تجيبش غير كل حاجة مش كنت مظبوطة. اقول حضرتك طب بص بس على الباقي هتلاقيه والله هايل، يقول لي ما طبيعي انه يبقى هايل، انما ازاي عملتي ده؟ شوفي ازاي ايوه يعلمك بقى، وده اللي اتعلمته انا دلوقتي، ايوه عيني ما بتجيبش غير الغلط مع الناس. ايوه ده شيء متعب جدا. متعب بس قيمه، طبعا وبيعلمك حاجه. لا لا استاذ سعد، يؤدي الى نجاح ما فيش كلام. استاذ سعد ده قصه، ده ايوه قصه يعني. انا وكيف دخلت جاءت؟ معاه من سنه 85 ايوه ولغايه هو قعد كام سنه، من سنه 85 لغايه 98 ايوه وبعدين توفى.